j'espère que vous allez bien. J'arrête qu'on nous prie. Rosaha salama ya rabbi le bnet. L'yom, les tabous fiya, qbel, bikri fi la chaîne. La chaîne l'oula d'ailleurs, tiri la m'avalon biya dima l'hatakum l'wasafet. Nta' l'aklu ya ajboukum tiri. L'yom, rahan hatakum kima goulou wajba kamla mutakamila. Rahan tawar halkum li hiya taboula. Slata ta' تاع لبنانيين وسوالة تاع النشا تاع المهم تاع هذيك الجهة هاكم فهمتوني هودو ديروا لايك بالمعدنوس ونعناع برغل ملح فلفل كحل سيترون زيت زيتون فقط وبنين عسل برغل منين تشريو تشريوه منين تشريو الفريك حانوت اللي تشريو من عنده الفريك قول له خويا عطاني شويه برغل دوك يعطيك وصفة سهلة مهلة والوصفة تاع المجدرة تهبل انا بنتي تموت عليها المجدرة ديما نطيبها لها تاع كيما نلقي منديل خلاص درها شي مجدرة مع طرف لحم ونعطيها معاك شوي لحم مشوي ولا نتا كبدة ولا كولي عندك وانا قليت معاهم دي ستيك دوك شوفوا ستيك درتو محروق باسكو حنا في الدار ستيك يعني ناكلوه محروق 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 سينو ما ناكلوهش خلاص لاول مره تابعني نقولها مرحبا بك نتمنى انك ديري سبسكرايب وابوني واشتراك وتفعلي الجرس باش كي ندير لي لايف ولا كي ننزل فيديو جديده توصلك النوتيفيكاسيون وتكوني من الاوائل اللي يشوفوا لي الفيديو تاعي وتاني من الاوائل اللي يحضروا اللايف و وش الاخر في اي بي تاعي اذا تحبوني نبقى نزيد لكم وصفات كيما هكا تاع الاكل اي تو يعني كرهنا من شخشوخة كسكسي محجوبة الاكل تاعنا الجزائري يا اختي راني 24 سنه وني ناكل فيه هصاي يا اختي نحب ماكلة بلادي نموت عليها ولكن واحد مليح انه ينوع يونع كيما نقولوا احنا يونع ماشي ينوع يونع جوكو بلا انا نحب نطيب كلش لبناني سوري قطري نطيب كلش جوكو بلا الا حاب اني نصور لكم وصفات كيما هكا سهلين وخفاف وصحيين اكثر اكتبوا لي في خانه التعليقات وادعموني بلايك باش نعرف بلي لا فيديو عجبتكم وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحاباتكم في الجروب تاع الفيسبوك في الجروب تاع الواتساب تاع الانستغرام باش حتى هما يتعلموا هكا يطيبوا حتى ولا حاجه خفيفه سهله مهله فلما مدام راه جات هنا نقول لكم مشاهده ممتعه فوالا دوكو فوالا الفيرك هنا عندي زوج رابتات تاع معدنوس عندكو فرنيا تاخذت فوالا زوج رابتات تاع معدنوس رايحه نستخدمهم كاملين ولكن رايحين نجيو نحيو غير الورق غير هادو نحتاجو غير هادو حنا ما نحتاجوش العواد هادو زوج رابتات تاع المعدنوس انا غسلتهم بالماء والسيترون رانا خطهم في الماء والسيترون خطلتهم ثلاثة ربعة غسلات وهكا يكونوا ناشفين مشي مبلولين راه من البارح وانا مخليتهم هكا ينشفي يتنحى الماء تحت لاسافيات وهنايا عندي ربطة تاع نعناع ربطة تاع النعناع راح نستخدم غير نصها تاني غسلتها وحطيتها تنشف هنا تاني ربطة تاع النعناع رايحين نستخدمو غير الورق تاعها برك نديو نص تاع الربطة غير الورق برك ودرك نوريكم كيفاش نقصوهم سهلة 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 نحتاجو طماطم نحتاجو البرغل البرغل البنات اللي يقولولي وين نلقاوه روحو عند هذاك اللي يبيع العشاب الفريك واحد قولو عطيني شوية برغل دوك يعطيك البرغل والبنات نرد ونعيد راه المعدنوس اللي هو البقدونس فوالا البقدونس تاع فرنسا راه كيما هكا البيرسيل كيما هكا جاي ما علينا المعدنوس راه فيه نسبة جدا عالية من الفيتامين سي يعني ما تتصوروش هاد السلطة شحال راح تعطيكم نضارة للبشرة الأطفال تاعكم اللي ما يحبوش لي زورانج اللي عندهم مشاكل في المعدة ما ياكلوش الحمضيات كيما نقولو حنا سيترون لورانج عليكم بهاد السلطة والله يا البنات تهبل 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 خاصة اللي يشربوا الحديد اللي يشربوا لو فيغ هذاك لو تاع ديفران جربوا يا اما انكم تشربوه صباح مع كاس جو دورانج باش يعني المفعول تاعو يزيد والا حاولوا انكم تاكلوا هاد السلطة تاع البيرسيل بزاف فوالا يلا نبداو مع بعضنا اللي ما دارتش لايك دير لايك وكملوا لا فيديو مع بعضنا دوك انا نحي هاد الشكل الوراق نحطهم لهنا تاني نحي هاد الوراق وكي نجي راح نقص راني راجعكم معايا نوريكم لي زعما البنات كيما قلت لكم البوكي تاع لامونت اللي هو النعناع ديت غير النص تاع البوكي وشوفوا نحيت غير الوراق تاعو الوراق تاعو تاني فوالا ها هما مغسولين نضاف يكونوا هكا ناشفين ماشي مبلولين البيرسيل اللي هو البقدونس المعدنوس
حنا نقولوا له في عنابه هادو ما دو بوكي نحيت غير لي فلوغ تاعهم. دركا واش نجيو نديرو هنايا هسنا واش نكمل لكم. احنا عندي بصله صغيره مقصوصه مكعبات صغار، كعبه طماطم مقصوصه ولكن طماطم نحيت لها هذاك لو جو من الداخل هكا اونجري نحيتو. فوالا رايحين نحتاجو ليمون ورايحين نحتاجو هذا البرغل. البرغل راني مرن خايتو في الماء نخوه 30 مينوت هكا اون افونس ولا رايحين تحتاجوه. وحق صدق الله العظيم ونحتاجو زيت زيتون طبعا، انا عندي هذا الشيء من كارفور لو بيو. واش رايحين نجيو نديرو البنات؟ رايحين نجيو نهزو هاد الورق تاع لامونت اسنا ونجيب غير طوبس كبير هم نحطهم هنا في هذا كبير في هذا سالادجي. رايحة نحاولوا نقصوهم ولكن القص تاعهم يا البنات السر تاع هذا السلاد انك تقصها بطريقة ناعمة. يعني اذا ما تعرفيش تقصي مليح هاد الحشاوش غير خلي امك تقصهم ولا خلي كاش واحد يعرف يقصهم لك وانتي كملي الباقي. هكا اسهل حاجة، شوفي كيما قاعدة ندير انا، تلميهم هكا في بعضاهم وتجي وتقصي عندك على الصوابع هكا اختي تولي تدعي لي انا مبعد. ها حنا البنات في الدار ماما تقول لنا المرا الحره نعرفها من القص تاع الحشيش تاعها ونعصر من الشافه. دونك فوالا هذيك اللي تقص لك المعدنوس ولا الدبشه ولا الكرافس تعرف تقصها. ماما كانت تقول لنا هذيك مازال زعما ما ولاتش مرا 100% الناس تاع بكري يقولوا هكا. جيكو حنا اول حاجه كانت تعلمها لنا كانت تعلمنا كي كنا صغار هكا نقطعوا المعدنوس. شوفوا طريقه جدا ناعمه قصيتو. راح نجي نحطو هنا تاني البيرسيل راح نديرو بهذه الطريقه بعدا هذا النعناع صالح. وفوالا نحيها. تقدروا تقدموها مع طرف اللحم مشوي مع سلطه كوا. قصوه رقيق على قد ما تقدروا يا البنات، رقيق على قد ما تقدروا. فوالا شوفوا كيفاش قاعده نقص فيه رقيق خلاص. نشوفوا كيفاش قصيتو. شوف روعه يهب القصيتو رقيق خلاص. دركا رايحه نمشي نحط عليه هذا البصل. فوالا حبه بصل صغيره والحبه تاع طماطم. بعد تقعد حسب الطوق 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 ركزوا لي على الطوق مش الذوق الطوق. يعني الناس اللي يحبوا البصل ياسر، كاين الناس اللي ما يحبوش، كاين المهم السلطه لازم فيها شويه هكا بصل شويه طماطم. قلت لكم حطيت كعبه بصل صغيره كعبه طماطم زوج ربطات معدنوس و نص ربطه تاع بيرسيل. نجي نخلط هذاك الشيء كامل هاك مع بعضه غير هاك غير هاك غير هاك غير هاك. فوالا فوالا. والبرغل البنات هذا البرغل انا راني هزيت هاك حفنه صغيره من يدي اللي هنا في فرنسا تلقاوه. هاي الشكاراتي ونديرو عليها كاب شغل تلقاوه عند الحوانت تاع لي تشيرك. الحوانت تاع لي تشيرك قولها عطيني البرغل. راه كاين البرغل هذاك الرهيف وكاين هذا الخشين. الخشين هو اللي يديروا به السلطات ومع هذاك الرهيف يستخدموه في حوايج واحد اخرين. هذا الخشين اللي يستخدموه في السلطات فوالا اللي هي تستخدمي في هاد الدوش. ها هو البرغل حطيته في الماء سخون دركا عنده واحد نص ساعه وهو مرنخ. واش راح نجي ندير؟ رايحه نجي نصفي هاد الترنيح ونصفيهم. هاكا ما تكتروش يا اختي. ما يجيكمش بنين. ولا صوص البنات كاينين الناس اللي يحبوا لا صوص تجي حامضه ياسر. شوفوا المعصر فيها في بيدي. كاين الناس اللي يحبوا انا ما زعما ما حامضه ما والو كعبه قرش نحطها كامله شويه زيت زيتون ملح فلفل كحل السلام عليكم. ولكن بما انه مازال ما وصلش وقت العشاء راح نهزها كيما هكا نغطيها ونحطها في الفريجيدير حتى يوصل حتى يوصل يا البنات وقت العشاء باه نحط لها السيترون والملح والفلفل الكحل و الزيت زيتون. وانا رايحه نعمل معاها مجدره اللي هي جدا مفيده خاصه لا
الاطفال اللي ما يحبوش ياكلوا كم العدس، ولا اللي هي تحتاجوا فيها العدس. دوك نوريكم تحتاجوا فيها الروز، تحتاجوا فيها البصل، وصاي هادو هما الزانغريديان تاعها. شفتوا السلطه تاعنا جات تشهي والريحه ما عندي ما نقول لكم. فوالا دركا نحطها هكا في الفريجيدير ونغطيها، نحطها في الفريجيدير حتى من بعد كي نجي راح نقدمها باش نحط عليها زيت زيتون والسيترون والملح والفلفل الكحل، يقعد على حسب. فوالا البنات المجدره واش رايحين نحتاجوا؟ رايحين نحتاجوا هنايا بصله، انا درت غير بصله واحده، تقدروا ديروا زوج بصلات باسكو انا الكميه اللي راح نديرها جدا صغيره، اونفام شي صغيره تاع زوج هكا ثلاثه عباد ماكسيموم. هنا عندي نص بصله مقصوصه مكعبات، وعندي النص الثاني مقصوص هكا شرائح، هذا رايحين نخليوه من بعد للتزيين، وهذا رايحين نطيبوا به. هنا عندي شويه تاع عدس غسلته مليح مليح من هذاك الشيء اللي فيه. فوالا ورايحين نحتاجو الروز، انا نستخدم هذا البنات البسماتي، ورايحين نحتاجو الملح الفلفل الكحل الكمون والزيت. واش رايحين نديرو؟ انا ها هي البرمه تاعي قاعده تسخن البنات كما قاعدين تشوفوا، اصبروا نوريكم. مايفا هذه الكرسي ماما ديه الواحد. فوالا البرمه هذه راها قاعده تسخن. البنات غير نصيحه اللي عندهم الاطفال في الدار، كسرونا باغ اكزومبل تكون قاعده تغلي في الماء ولا ما فيها هكا يد قاعده تغلي، ما عمرك تخلي اليد لهنا باسكو قادر البيبي يعدي بلا ما يتوشي الحاجه، يتوشي غير هاد اليد طيح عليه ويطحرق. دونك اقلبوها هكا دائما اللورا. فوالا هادي سي جوست ان كيسيون سيكوريتي. رايحه ندير شويه تاع زيت، زيت عادي كوا. فوالا شويه قولي واحد أربعة خمس ملاعق تاع الزيت. واش رايحين نحطو فيه؟ رايحين نحطو فيه غير هاد البصل المقطع مكعبات صغار. فوالا وهنايا راني حاطه الماء يغلي، لازم الماء بعدا دوك تعرفوا علاش لازم نحتاجوه ماء يغلي يغلي يغلي. دونك فوالا نجي نحط هادو المكعبات. نقليهم حتى يوليو دوغي، كي يبداو يوليو دوغي تما نحطو هاد العدس تاعنا، العدس تاعنا ونقليوه. كي نقليوه تاني واش نديرو؟ نحطو عليه شوية تاع ما ونخليوه يبقبق يطيب، نطف نقفلو عليه البرمة نص ساعة هاديك ولا معرفت شحال. كي تشوفيه بدا يدخلو طياب تما باش تحطيه فوقو الروز تاعك، يعني هو يكون ديجا غسلاتو، تغسليه مليح الروز حتى تتنحى منو هذيك البيوضيه تاع النشا. دونك فوالا تحطي فوقو ومن بعد تحطي ثاني الماء يغلي. فكيما نقولو حنا زوز كيسان تاع روز بربعه كيسان تاع ماء، اذا حطيتي كاس تاع روز تحطي زوز كيسان تاع ماء كبار، اذا حطيتي كاس تاع روز تحطي غير زوج كيسان تاع ما كبار، اذا حطيتي زوج روز تحطي ربعه ما كبار، اذا حطيتي ربعه روز تحطي 8 تاع ما كبار. اي سي دو سويت ان فيت. فوالا هنا درك نغسلو، راني مازال ما غسلتوش، انا عندي واحد زوج كيسان هنا برك مانيش راح نستعمل ياسر. فوالا قليوه مليح 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 البنات البصل حتى يدبان خلاص. وعلاه هاد الماء سخون خليوه قدامكم باش هكا تمرطقوا بيه، لازم يكون سخون مليح باش تنجح الوصفه، اذا كان الماء بارد قاعدين تحطوا فيه راه ما تنجحش. فوالا فوالا راكم قاعدين تشوفوا في الايكران بعد ما تخلى كيما هكا رايحين نجيو نحطوا هاد العدس فوالا كون مقتول عليه مليح. نقليوه غير مرة دقيقة هكا، من بعد نحطو عليه الماء. شفتو البصل مقلي الدنيا؟ دركا هاد الماء اللي قلتلكم نحطو بلا غلي، راني غنجي ونحط كاس كبير. بسم الله واو كبير. خلوه ينشف غير من الصغار دو. هيا
ساعه. فوالا خليه يطيب في غرض ونشوفكم بعد نص ساعه. الراوس تاعي ها هو، حطيت له شويه ماء، راني نشلل فيه. شوفوا في هذا الماء هاك البيضيه، هذا الماء يكون ابيض، لازم حتى هذا الماء يولي ترانسبارون باش تحبسوا الشلال، نحيوا هذاك النشا، النشا هو اللي يخليه هكا يلصق في بعضه كي طيبوه. فهمتوني؟ هيا دوكا انا راح نزيد نحيلو هذا الماء، ندير له تشليله اخرى. شوف تشليله اخرى، ثلاثة ولا ربعة تشليلات على حسب، حتى يولي هذاك الماء ترانسبارون. انا اون جينيرال ندير له ربعة تشليلات برك، ما نزيدوش. فوالا وداك العدس تاعنا راه يطبخ، كي تشوفوه بدا ينشف دوك نوري لكم. تحطوا عليه الروز وتكبوا الماء وديروا الملح، فلفل الكحل شويه والكمون، باسكو العدس يحب الكمون. ها انتو بدا لونو يصفى، انا علاه نحب هاد الروز البسمتي باسكو ما فيهش نشايات. هاد البسمتي مليح عندنا، ثاني وريته لكم. فوالا البنات شوفوا كيفاش بدا ينشف، واش رايحين نجيو نديرو له، رايحين نجيو نحطو الروز. ماي بابا لابا، وي 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 بابا لابا، رايحين نجيو الروز تاعنا اللي غسلناه ها هو، نجيو خصو نحطو الروز تاعك يا سيدتي الكمية اللي راكي حبتها. هيا وراه هاد المجدرة تحب الكمون البنات، فوالا يعني حطي كمون ما تخافيش. رايحة نجي نحط شوية كمون، شي شوية انتو شوفوا واحد المغرف كبيرة تاع كمون. فوالا ونحط الملح الربح، الملح لوسيل. فوالا شوية نتشا 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 تاع فلفل اسود، هي نورمالمون ما يحطوش، انا اختي نحب نحط فيها. خويا تهيرة العياط. هيا دوكا رايحة نجي نحط الماء تاعي، قلت لكم زوج كيسان روز بربعة كيسان ماء، ربعة كيسان روز بتمن كيسان ماء. واش راح نجي ندير؟ راح نخلط قصينهم كل شيء مع بعضه، كل شيء يتخلط. هيا نقفل عليه اكتيف، خلاص راني نقصته كان في الستة قلبته في الثلاثة، نقفل عليه حتى هاد الشيء كامل ينشف ويطيب وصاير ها واجدة، مشي واجدة حتى نوجد هادو. هادو نقليوهم هكا في شوية زيت حتى يتقرمشو، دوك تشوفو نزين بيهم في الاخر. فوالا دوكا نقفلو عليها ونخليوها طيب على خاطرها، ما توشيوهاش ماشي دورة وانتهاء، هلا نقصي خلاص عليها وخليها طيب، وبلعي البرمة تاعك كامل خليها طيب في خاطرها. هيت البصل اللي بقالي رايحين نزينو به، انا نحب نحطو هاك شوية ملح، ما يحب يحط يحط لي، ماهوش اجباري هاد الملح، ها نحب هذا هاك نحطلو شوية ملح كيف جنبيا، نحس المذاق تاعو يجي احلى بالملح خي جو سي با كل واحد كيفاه. وهنايا شوفوا راني وجدت صحن في هاد سويتو باه كي طيب نحطو لهنايا يمتص هذاك الزيت. هيا نحطو نقليوه مع بعضنا، نقليوه ثاني يولي احمر هكا يقرمش هاي. نخليوه على جنب نزينو به من الفوق. فوالا خليه يتقلى فوق يروح ورواح يروح ورواح. انا راني جبت اللحم تاعي من الكونجيلاتور، عندي لهنا دي بفتيك، انا ديجا كي نشريهم نغسلهم وندير لهم الملح والفلفل الكحل والكمون، وهانتو نحطهم بهذه الطريقه في الكونجيلاتور نجبدهم غير نقليهم وصافي. ها هي قلت لكم نقفلوا ليها ما نحلوش عليها، خلوها شي دوره وانتي تحركي، خليها طيب في خاطرها المجدره. تجي هاك 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 تبل بنينه بنينه بنينه، اووو نموت عليها انا، تب انتي تموت عليها. فوالا شويه لحم، عندك لحم ديري، ما عندكش ما ديريش، وراه عشاء عزيزه لخويا، برك انا من الحمص واللوبيا
نحاجب. حياتي كلها 20 سنة راحت وانا في الاكل الجزائري، خلوني نبدل شوية. انا صراحة في داري ما نطيبش غير جزائري، يعني نطيب كلش الاكلات اللي نحبها زعما سورية لبنانية قطرية نطيبها، اللي ما نحبهاش هي حاجة واحدة اخرى. تاني نحب اكل خوتنا التوانسة باسكو حار، نحب الحار انا، من ريحته يهبر كي يقول لك. عشاق البصل رايحين يموتوا على هاد الوصفة، هاد المجدرة انا. فرا البنات شوفوا كيفاش لونه ولا، نحاولوا اننا نقرمشوهم هاك شوية، هايو هيو مقرمشين كيما هاكا. تحبوا تزيدوهم تزيدوهم، تحبوا تنحيوهم نحيوهم، فوق موا تا سوفي. تاني اللي يحبوهم مقرمشين اكتر، دوكا نجي رايح نحطهم في صحن في هاد البابيي، وحاولي انك تحليهم كيما هاكا. علاش اختي؟ باش يتنحل هذاك الزيت، باسكو البصل راه يحكم الزيت ياسر. او نسيت ما عطيتكمش واحد النصيحه، اذا البرمه تاعك تلصق، انا البرمه تاعي راها ما تلصقش. اذا البرمه تاعك تلصق مره ولا زوز حلي وحركي، اذا ما تلصقش اقفلي لها وخليها. انا برمتي ما تلصقش فوالا. دونك اذا تاعك برمتك تلصق حلي وحركي المجدره مره ولا زوج مرات، إذا ما تلصقش خليها كيما أنا تاعي ما حليتها ما شفتها ما والو، عبالي ها تبان مازال ما نشفتش. كي تنشف باش نحل عليها سابخون نقولو واحد وثلاثين مينوت، هاديك تاع الطياب ولا عشرين مينوت، سا ديبون نوع الروس، سا ديبون نوع تاع العدس. فوالا هادي المقلة راح نخليها كيما هاك، بعد هي اللي راح نقلي فيها اللحم. وكيما ما يكونش عندكم الخطا تاع المقلة وتحبوا تغطيوها على البنات، استرخاك حطي اللحم تاعك باش ما يترشقش. هعملها خطوط علي من يوم غطاها بالي من يوم كيما راح ندير انا دركا. هاستناو راه مازال ما طابتليش هادي، كي نشوف هادي طابت المجدرة نقلي اللحم. كي ما دارتش لايك عايشكم دير لايك، وقولوا لي تاني في لي كومونتير اسكو عجبكم هاد النوع من لي فيديو ولا لا، نديرهولكم نصور لكم دي فوا هاك اكلات مهم جزائرية باش تعلموهم. شوفوا كيفاش خليوه ينشف في البابيي، يجي روعة 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 البنات، ربي عايشكم. جربوها هاد السلطة وهاد المجدرة، جربوه جربوه جربوهم جربوهم بنان عسل. وكل بنات انا راح طابت عندي، شوفوا كيفاش جات ياك، نقول لكم هاك 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 مفلفل كيما نقولو هوما. وي وي شوفو 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 كل كعبة وحدها. دوكا واش ندير لها، راه نشف هداك الشي، واش نديرولو حنا كي نشف؟ هيا دوك نطفيو عليه. جات كل كعبة هاكا وحدها، جا باين بلي بنين عسل. شعلت على المقلة الأخرى باش هداك هو نقلي اللحم. نطفيو عليهم ونخليوها كيما هكا في البرمه، وما تقدموهاش درك لا، واحد نص ساعه هذيك يزيد يشرب هذاك الروز ويشرب كلش باش تقدموها. دونك فوالا عندي انا راه طاب هذا، كي نقدموه رانا هاك في الصحن نحطو فوقو هاد شويه بصل مفتفت، وكنوريكم كيفاش في التقليب. دركا هذيك التبوله اللي درتها يا البنات، استخدمت غير نص كعبه قارص الكميه اللي درتها، الكميه اللي هي زوج ربطه تاع معدنوس، نص ربطه تاع نعناع، وكعبه طماطم، كعبه بصل صغيره، وهكا حفنه تاع برغل. استخدمت لها نص كعبه قارص لاصوص، وتاني نفس الكميه بخسك هكا نص كيما نقولوا، نفس الكميه تاع القارص، نفس الكميه تاع زيت الزيتون، شويه ملح شويه فلفل بحالها انا درتهم هنا. وصاي دوقي دوقي لاصوص تاعك كيفاش تحبيها، زيت تحبيها حامضة أكثر زيدي شوية سيترون، أنا هذاك هو برك جات منين عسل فوالا. ودركا كي نجي راح نقدمها نحطها هاكا من الفوق فيها، ونزيد نخلط خلط خلط، وندي كل شوك طابلة نقدم نوريكم في التقديم يا البنات. خلوني دركا غير نروح نقلي اللحم ويعيشكم، لي ما دارتش لايك دير لايك، بارطاجيو هاد الوصفة مع صحاباتكم، خليهم حتى هما تاني، راه ساهل والله ساهل الماكلة هادي لي وريتها لكم، باش حتى هما يتعلموا هكا كاش حاجه خفيفه طريفه، يبدلوا الازواج ومتبدلوا مع كل يوم. ماما مسكينه هي اللي طيب تبدل لها شويه، يعني تنوعوا في الاكل، نخرجوا شويه من الاكل الجزائري، وصراحه اكل جديد وصحي وفلاكو، ما فيه زيوت ياسر ما فيه والو.